قريضة تبحث عن طوق نجاح. انطلق ابن عمر وأصحابه لرصد تحركات قريضة، وفي الطريق توقفوا ونظروا إلى الشمس وتأملوا ظلها، فوجدوا أن ظل الواحد منهم يعادل طوله مرتين، وهذا يعني دخول وقت صلاة العصر. فتوقف بعضهم لأداء الصلاة، وواصل البقية متمسكين بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فقالوا: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله وإن فات الوقت. ولما أشرفوا على الحصن أدوا الصلاة. أطل اليهود فرأوا تلك السرية أمام الحصن، رأوا موتا حول الساحة، فأدركوا فداحة جرمهم وهم يرون رجالا كانوا يحلمون قبل أسابيع بقتلهم، بقتل نبيهم صلى الله عليه وسلم، بقتل أطفالهم وسبي نسائهم وإسقاط دولة التوحيد. نظر زعيمهم كعب بن أسد إلى الحاخام حيي بن أخطب الذي ورطه وأغراه، نظر إليه وكأنه يعيد قوله: ألم أقل لك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم، وإنه لا حاجة لي بك ولا بما جئتني به؟ كان حيي بن أخطب أذل رجل في الحصن، وهو الآن يتجرع كأس تبنيه لمشروع أستاذه الخائن الهالك كعب بن الأشرف، فقد ورط قومه في خيانات لا تغتفر. ما ضره لو وفى لمحمد، لو فعل لوجده صلى الله عليه وسلم أكثر الناس رحمة وصدقا وبرا، لكنها عنصرية اليهود وحقدهم على كل ما هو غير يهودي. كانت الأجواء داخل الحصن مشحونة بالخوف والتوتر، فشعر يهود ببعض ما شعر به المسلمون خلال حصار الخندق. أما القائد صلى الله عليه وسلم فتحرك مع جنده نحو قريظة، ولما وصل أحب توظيف الشعر باتجاه المعركة فقال لشاعره حسان: أهجهم وجبريل معك. فتقدم حسان وأسمعهم من شعره ما خلع قلوبهم، فأصبحوا في أقصى حالات التوتر والخوف، وازداد لغطهم، فصعد أحدهم وصار يصرخ ينادي أحد حلفائهم وهو أبو لبابة. سمع أبو لبابة النداء، فاستأذن قائده صلى الله عليه وسلم وانطلق نحو الحصن. ولما أصبح تحته أطل الحاخامات يتباكون: يا أبا لبابة، ماذا ترى وماذا تأمرنا؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال. حدق أبو لبابة بالخونة وكأنه يقول: الآن لا طاقة لكم بالقتال أيها الخونة؟ ثم رفع كفه بطريقة مخيفة ومرر أصابعه على حلقه، فارتفعت الأصوات ودب شجار بين الحاخامات وثلاثة شباب من بني هدل.